السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. رؤية البركة في المنام تدل على الأهوال والمصائب، حيث فسر ابن سيرين رؤية النار في الحلم بالفتن والابتلاءات. أما رؤية بركان في البحر في المنام فيدل على الغضب من السلطان أو الحاكم، ومن رأى بركانا في البحر في الطائرة في الحلم فهذا يدل على عز السلطان. فيما رؤية البركان في البيت في المنام فتدل على حدوث فتن بين أفراد العائلة، أما انفجار البركان في الحلم فهذا دليل على حدوث مصيبة عظيمة وكرب، أما الاحتراق بمهل البركان في الحلم فهذا دليل على الضرر والأذى، ومن رأى أنه يحترق ويتشوه من نار البركان في المنام فهذا يدل على خوضه في البدع والفتن. فيما الهروب من البركان في الحلم فهو دليل على النجاة من الهلاك والعذاب، ومن رأى أنه خائف ويهرب عند تدفق الحمم البركانية في المنام فهذا يدل على التوبة والإنابة إلى الله. فيما النجاة من البركان في الحلم فهذا دليل على النجاة من الفتن والبدع. أما رؤية البركان في المنام للرجل فيدل على المشاكل الكبيرة التي سيواجهها في حياته مستقبلا، أما رؤية البركان في المنام للعزباء فيدل على انغماس بالفتن، وإذا رأت البركان في مكان مجهول في الحلم فهذا يدل على المصائب والنوائب. أما رؤية البركان في المنام للمرأة المتزوجة فهو دليل على المشاكل بين أفراد عائلتها، أما رؤية البركان في المنام للمرأة الحامل فيدل على مرورها بمشاكل صحية لها ولجنينها. فيما رؤية البركان في المنام للفتاة المطلقة فهو يدل على المرور بالصعاب، وإذا رأت أن البركان ونيره في الحلم فهذا يدل على الفتن المحرقة، وسماع صوت البركان في المنام للفرأة المطلقة يدل على سماع الأخبار السيئة، والله أعلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم. إلى اللقاء في فيديو جديد وتفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام.